فنان الجميل محمد سالم، رمضان كريم ومرحبا. عماد الغالي، رمضان كريم عليك وعلى مجلتكم الراقية، وشكرا لك حضورك اليوم بالكليب، نورتني. الله يحفظك، كل التوفيق يا ربي. أريد أسألك بالبداية عن العمل الجديد راح نعرض برمضان، عن العفو بالعيد تصويره برمضان. إيه، احنا ما دام برمضان فماخذين مود مال رمضان، اريد نعرف العمل، احكي لنا عن الاوديو والفيديو كليب. الاوديو كلمات يمكن بالفقار الماجد والحنقه بس، توزيع عزيز ثامر، وغنيناها انا وحمزه المحمداوي. نعم، صار دي حلو، غير يعني صوته على صوته شلون مترهمات، فصارت والله الاغنيه صدفه وغنيناها، واليوم تصويرها مثل ما تشوف. كل التوفيق ان شاء الله. طيب محمد، لو انت متعهد حفله وتريد تنجح حفلتك، عاد محمد السالم من الفنان اللي تجيبه حتى تنجح الحفله مالتك؟ يعني كعراقي او عربي او شنو؟ وكعراقي نكو هواي طبعا. اريد واحد كم محمد السالم عدا، يعني عداك انت والله كو هواي، يعني ما حد دخلني غلط. لا عندك باع، شوف عندك نور الزين، عندك بسيف نبيل، عندك محمود تركي، عندك علي جاسم، مصطفى العبد الله، عندك هوايه، فما تقدر تختار واحد غيرهم وغيرهم وغيرهم، احمد سلطان، تيسير، حسام الرسام، فما تقدر تختار احد. يعني انت راح تختار مشكله، راح تختار احمد سعد اختار. اريد اسالك اغنيه صنعت نجوميتك، يعني العالم تعرفوا على محمد سالم من خلاله، اغنيه قلب 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 طبعا، بس هي قبلها الو وحباب شانك، بس الانطلاقة العربية قلب قلب. هل عرض على محمد السالم عمل درامي أو دور في مسلسل؟ إيه، انعرض عليه مسلسل بهذا رمضان راح، بس هي أصلاً ما انعرضت، يعني الفكرة مو قوية، مو يعني دائماً يطلعون الشاب العراقي فقير وملابس يعني قدام العالم، فهمتني؟ فما عجبني الدور يعني.